دافية الفريق ديالنا وديما تبع الفريق ومرات أخرى كنشكروه على التضحيات اللي كيقوم بها وهذا الشيء اللي غادي نكمل إن شاء الله في الوطني السي عبد الحق الشيخان كذلك غادي يعطي واحد القيمة دافية للفريق ديالنا هو عارف حجم هذه المدينة وعارف هذه المدينة تستاهل كل خير واليوم كنقولوا للسي عبد الحق الشيخان مرحبا بك في مدينة طنجة ومرحبا بك في الفريق ديال اتحاد طنجة نعطيو شي كلمة للسي عبد الحق حتى هو يتكلم تفضل السي عبد الحق شكرا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان شاء الله ربي يسخر لنا العمل في المدينة المباركة هذه ونشكر دابور الحضور الناس اللي جاونا الصحافة المحلية جو سوي تري كونتون دتر ايسي parmi vous أنا جد سعيد موجود هنا في المدينة هذه أولا نحب نعتذر للناس اللي طلبوني وما مشيتش لأنه سي تانشوا سي رجع من بركان ويعرف علاش كان شرف ليا باش ندرب بركان لكن كانت ظروف عائلية تاع دراسة ما قدرتش أصدقائي في جديدة اللي طلبوني وصي باش نرجع للفريق لكن كنت عارف ان كاين الشطر حابني نرجع ورئيس نادي الشطر مش حاب نرجع ما حبيتش نمشي باش نعمل فتنه في جديده خلي الوقت ان شاء الله بعيد اعتذر الى الشيخ فيصل بن احمد الثاني رئيس نادي ام صلال اللي كنت عن قريب يعني باش نوقع ويعرفوا على جال مبادئي وعلى جال المصداقيه تاعي جيت واخترت نجا عن قناعة عن المشروع اللي يقدمه لي الجماعة ما هو حتى يعني ما حتى ما في حتى حاجة مختفية إلا رياضية صراحة أنا إنسان رياضي نحب الشالونج نحب العمل نحب نحس روحي أهل في المشروع تاع النادي باش نعطي اللي لازم نعطيه للنادي أنا جد مسرور الشالونج اللي موجود انا هنا وليد المدينه معكم واش نقدر نديروا للمدينه هذه واش نقدر نديروا للشعب تاع طنجه باش يروحوا فرحانين على الاقل بعد المباراه ولا هذا هو الواجب تاعنا اللي لازم نديروه نعطيو نحييو النادي هذا نعطيو له روح جديده نعطيو له بناء بعد نقدروا نحكيوا اذا عندكم اسئله نحكيوا عن المشروع تاعنا وعن الظروف اللي لازم نسمعوها. لفت لي هذه اولا كنرحبوا كذلك باللاعبين اللي التحقوا بنا اللي تم التعاقد معهم كاين معنا هنا متواجدين كاين اسامه غريب لاعب معروف كان عبد العالي العبوبي كذلك هو التحق بنا موجود معنا هنا كان احمد الرحماني كذلك هو التحق بنا كنتمناو له مسيره موفقه مع الفريق ديالنا ديال اتحاد طنجه باش ياتيو ان شاء الله كذلك هما غادي ياتيو واحد القيمه اضافيه للفريق وهذا الشيء اللي كنتوقعوا له هنا تكون كنكسب كمدينه كامله اللي هي كتعشق الفريق ديالها وكتحب يكون عندها واحد الفريق في المستوى اللي كيستاهل هذه المدينه هذه دوزو ولا كاين شي اسئله